بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا حاليا في مركز مام. كانت رحلتنا الحمد لله وشكر سهله، تسهلت الامور من طيران من مطار النجف، جينا على طهران وما شاء الله الجو يخبل، جو ربيعي، ومثل ما تعرفون انه يا هاي جو نوروز، وجو نوروز كلش حلو بطهران، فيدعي الكل انه يجي يزور طهران بهاي الايام الحلوه. شكرا.